السلام عليكم. المحاضرة الماضية خلصنا شرح خطوات تصميم البيم الجسر أو الكمرات. اليوم إن شاء الله بدنا نحل مثال رقمي على التصميم. بهاي السلايد أنا لخصت لكم خطوات التصميم، أخذناهم المرة الماضية بس هون رتبتهم بستبس من 1 لـ 8. الخطوة الأولى Calculating loads، بدي أعرف الأحمال المطبقة على البيم الموجودة عندي. الأحمال تشمل أحمال سيرفيس كما هي مطبقة بالواقع. هاي الأحمال السيرفيس بدي أضيف لها السيلف ويت، أحسب الوزن الذاتي للبيم. بعدين السيرفيس لود أحولها لفاكتورد لود من خلال الكومبينيشن. فهذا المقصود بالكالكوليتنج لودز، تحديد الأحمال المطبقة على البيم. الخطوة الثانية بدي بعد ما طلعت الأحمال بعد التضخيم أطلع لها عزوم الدوران اللي هي الفاكتورد مومنت اللي مطلوب من هاي البيم إنها تقاومها، سواء كانت هاي البيم عندي simply supported, cantilever, continuous, fixed. بناء على ال end condition أو السبورت الموجودة عندي أنا بحدد شو الفاكتورد مومنت. بعدين بحدد الرو اللي بدي أستخدمها للتصميم، رو ديزاين، قديش نسبة التسليح المطلوب مني أحطها بالمقطع. بمعرفة الرو بقدر أطلع عليها RN coefficient of resistance من خلال التابلز أو من خلال المعادلة الطويلة اللي أعطيناكم إياها، معادلة التصميم. بعدين صارت RN موجودة معي، معي MU، معي Phi، معي BD سكوير، بطلع الD الـ effective depth، وحنشوف بخطوات الحل طريقة حساب الD. بعد ما عرفنا الD، الرو معي والB معي، بقدر أطلع Area Steel، حيث Area Steel هي رو في B في D. بعدين بروح على تابل B4 بطلع التسليح كبار سايز ونمبر. صار موجودة عندي القطر الفعلي المستخدم بالمقطع، بقدر من خلاله أطلع الـ H الـ Overall Thickness. وآخر خطوة Check Design اللي هي بدي أتحقق هل هذا التصميم عندي Adequate or Not، ملائم أو لا، بمعنى هل هذا المقطع كافي إنه يشيل الأحمال المطبقة عليه ولا لا، أو في قوة أو Strength بحيث يقاوم جميع الأحمال المطبقة عليه. نشوف الإكزامبل ونحله مع بعض إن شاء الله. Design a rectangle beam، بدي أصمم بيم مستطيل، for الكروس سكشن إلها مستطيل، for 10 متر سمبل سبان. معناته إيش هاي؟ عندي أول إشي المطلوب مني أعمل design، لأن هذا سؤال تصميم وليس تحليل. السكشن عندي إيش؟ rectangle beam، L اللي هو السبان لينث، طولها 10 متر. البيم هاي نوعها simply supported، to support a dead load أعطاني قيمة W dead 20 كيلو نيوتن لكل متر. حكالي ملاحظة مهمة بنص السؤال، not including beam weight، يعني هاي مش total dead load. احنا بنعرف هون، خلينا نحطها على جنب، انه total dead load هو عبارة عن self weight، الوزن الذاتي للعنصر الانشائي، زائد super imposed dead، الأحمال الميتة المفروضة، الوزن الذاتي، الأحمال الميتة المفروضة المفروضة. فبلاحظ هون حكالي الديد لود الموجودة عندي هاي لا تتضمن وزن البيم، معناته أنا لازم أحسب الوزن الذاتي للبيم، not including لا تتضمن، يعني مش مضيوف الوزن الذاتي للبيم. And life load، قيمة life load WL 30 كيلو نيوتن لكل متر. use row بتساوي نص row balance، هاي row design اللي أنا بدي أستخدمها بالتصميم. حكالي استخدم row بتساوي نص row balance. أعطاني strength material F prime C قيمتها 28 ميجا باسكال، استخدم خرسانة مقاومة انضغاطها 28، and FY yield strength للستيل 420 ميجا باسكال،
وحكالي concrete weight is 23.5 كيلو نيوتن على المتر المكعب. من الوحدة هاي بعرف انها جاما ار سي قيمتها 23.5 كيلو نيوتن على المتر المكعب. حكينا if not given باخذها 25 كيلو نيوتن على المتر المكعب، لكن هون اعطاني اياها. اذا احنا هون رتبنا المعطيات انها بيم المقطع لها ريكتانجل مستطيل، معناته بي كومبريشن نفسها بي تنشن، بمعنى عرض البيم بالكومبريشن نفس العرض بالتنشن. اعطاني طول السبان 10 متر، حط الوحده هون متر. simply supported beam اعطاني انها يعني من جهه بن ومن الجهه الاخرى رولر. حكالي انه الاحمال الميته 20 كيلو نيوتن not include self weight، يعني لا تتضمن الاحمال الذاتيه للبيم. اعطاني اللايف لود 30 كيلو نيوتن لكل متر. حكالي بدي استخدم رو ديزاين نص رو بالانس. اعطاني السترينث اوف ماتيريال الكونكريت والستيل، واعطاني جاما ار سي. طيب بعد ما رتبنا هسه بدنا نمشي بالخطوات زي ما حكيناهم بالسلايد. لاحظوا هون انا ايش بالخطوه هاي حطيت لكم السكشن، هذا ريكتانجل سكشن. الانون عندي الدي مش معروفه، الافكتيف ديبث مش معروف، الاتش اوفر اول هايت مش معروف، البي مش معروفه، ولا الاريا ستيل معروفه. فهي عندي اربع مجاهيل انا لازم اطلعها من خلال التصميم. طبعا حطيت هون ثلاث سياخ، انا احنا مش عارفين يعني مش شرط يطلع معنا ثلاث سياخ، بس عشان افرجيك انه الاريا ستيل هون عندي انه هون رسمنا البيم. دائما انا بشجع انكم ترسموا، ترسم المقطع وتحط المجاهيل عليه، وترسم سبانة البيم وتحط عليها انها هيها من جهه بن ومن جهه رولر لانها سمبلي سبورتد بيم. حطيت الأحمال عليها، كتبت W life 30 كيلو نيوتن لكل متر، و W dead 20 كيلو نيوتن لكل متر، وحطيت ملاحظة عشان ما أنساها not includes self weight، لا تتضمن وزن البيم الذاتي، وحطيت ال span length اللي هي قيمتها 10 متر. هيك أنا هاي المعطيات الموجودة معي حطيتها برسمات. وخلينا هسا نشوف بالسلايدات كيف بنطبق التصميم. حكينا أول خطوة بالحل calculating loads applied to the beam، حساب الأحمال المطبقة على البيم. هاي الخطوة يندرج منها ثلاث خطوات فرعية. أول إشي self weight of the beam، حساب الوزن الذاتي للبيم. اثنين total surfaced load، إضافة أو جمع self weight ل superimposed dead. الخطوة الثالثة تحويل السيرفيس لود لفاكتور لود من خلال اللود كومبينيشنز. وحكينا إذا كان عندنا ديد لود ولايف لود اونلي فقط عندنا تو كومبينيشن 1.4 ديد 1.2 ديد زائد 1.6 لايف. فهذا المقصود في calculating loads، تحديد الأحمال المطبقة على البيم. أول إشي حساب الوزن الذاتي إذا لم يكن معطى. اثنين جمع أو إضافة السلف ويت للسوبر امبوز ديد عشان أطلع التوتال ديد لود، الأحمال الميتة كاملة. ثلاث الأحمال التشغيلية، سواء كانت أحمال ميتة أو أحمال حية بدي أحولها لأحمال مضخمة من خلال اللود combinations اللي موجودة عندي. إذا كان عندي dead life load only فقط بطبق على الكومبينيشن الأول والثاني. طيب خلينا نطبق أول خطوة بخطوات حساب الأحمال المطبقة على البيم اللي هو السلف ويت الوزن الذاتي. السلف ويت القانون العام إذا متذكرين لما أخذنا حكينا بيساوي الفوليوم of beam ضرب جاما ار سي. الفوليوم هو عبارة عن الكروس سكشن مضروب ب اللينث مضروب جاما ار سي. ايش الكروس سكشن؟ هيو ب في اتش، هاي مساحة هذا المستطيل ب في اتش. شو اللينث رمز لنا برمز ال؟ هذول كل المضروبات ب جاما ار سي. هذا الحكي اذا بدي اطلع السلف ويت بوحدة نيوتن أو كيلو نيوتن أو مشتقاتها، بدي أطلعها كفورس كونسنتريتد. طيب إذا بدنا نطلع السلف ويت بوحدة كيلو نيوتن لكل متر، حكينا بدنا نقسم على اللينكث. فلما أنا أجي أقسم على اللينكث هون وأقسم على اللينكث هون بير لينكث،
فحتصير عندي بي في اتش في جاما ار سي اللي هي الكروس سكشن في جاما ار سي. تطلع معنا السلف ويت من كيلو نيوتن لكل متر. بأسئلة الديزاين متى بطبق القانون الأول ومتى بطبق القانون الثاني؟ حسب السوبر امبوزد ديد. شو وحدتها؟ إذا كانت سوبر امبوزد ديد وحدتها نيوتن، وحدتها كيلو نيوتن فورس، بطبق العلاقة الأولى. أما إذا كانت فورس بين يونت لينكث يعني نيوتن لمتر، كيلو نيوتن لمتر، وهكذا بطبق العلاقة الثانية. احنا بسؤالنا كان السوبر امبوزد قيمته، سوبر امبوزد كان قيمته 20 كيلو نيوتن لكل متر، فبالتالي بطبق هاي العلاقة، بطبق هاي العلاقة. طيب نسأل حالنا سؤال، احنا بمرحلة الديزاين هنا حاطين علامة استفهام عند قيمة البي وعلامة استفهام عند قيمة الاتش، ماشي. الجاما ار سي اعطاني اياها بالسؤال 23.5، لكن البي انون والاتش انون. كيف يا مهندسة بدي احسب السلف ويت وانا اصلا بدي اطلع ابعاد البي؟ طبعا هذا السؤال جاوبنا عليه المحاضرة الماضية، انه البي بطلعها من الايكونوميكال ريشيو والاتش بطلعها من جدول اتش مينيمم المحسوب على الديفليكشن. فإذا زي ما حكينا إحنا هي السلف ويت أوف ذا بيم، إذا بدي أطلع بوحدة كيلو نيوتن لكل متر، هاي أساس أخذناها كيلو نيوتن لكل متر لأنه سوبر إمبوز بوحدة كيلو نيوتن لكل متر، حيكون هو بي في اتش مضروبة بجاما ار سي. البي حنطلعها من الإيكونوميكال ريشيو، والاتش حنطلعها من جدول اتش مينيمم بناء على الديفليكشن. فخلص البي صارت موجودة معي كأسامبشن أولي، افتراض أولي، والاتش موجودة معي كافتراض أولي، هاي أسامبشن. هاي زي ما حكينا المحاضرة الماضية، زي كيف لما نحل معادلة ونحط initial root، ومش شرط هذا initial root يحل المعادلة، لكن هو يقلل علي عدد الترايلز، عدد المحاولات للوصول لجواب الصحيح. بي واتش اللي بفرضهم بالأول مش مضطر ألتزم فيهم بنهاية الحل. أي فرض بنعمله بالديزاين بنعمل عليه تشيك، أي أسامبشن هاي خليها ببالك، أسامبشن أي فرض أنت بتعمله بالحل بدك تعمل عليه بآخر الحل تشيك. فأنا بدي أفترض قيمة لبي بناء على الإيكونوميكال ريشيو، بدي أفترض قيمة لإتش بناء على قيم الديفليكشن أو الإتش مينيمم، فبالتالي هاي القيم حتعطيني فقط تقدير أولي للسلف ويت أوف ذا بيم، عشان أنا أحط هذا اللود على سوبر إمبوزد أطلع التوتال ديد لود، عشان أطلع مجموع الأحمال المطبقة على البيم. لكن هل هو هذا الجواب النهائي المفروض اني اصمم عليه قيمه البي او الاتش؟ مش شرط، وحنشوف انه مرات ما بتزبط معنا الترايل من اول مره، ممكن نضل نعيد ونزيد لحد ما نوصل للجواب الصحيح. طيب خلينا احنا نشوف هنا، اتفقنا المره الماضيه عشان نطلع الاتش بجيب على هذا الجدول، جدول 9.5A حسب نوع البيم الموجود عندي. احنا بنصمم بيمز، وهاي البيم كان بالسؤال حكي لي simply supported، فبختار اتش مينيمم، هاي قيمة اتش مينيمم. فإذا من التابل اتش مينيمم بتساوي ال على 16. طيب احنا قديش كان طول السبان عندنا بالسؤال؟ كان طول السبان عندنا 10 متر، ال بتساوي 10 متر، هاي من معطيات السؤال اللي لخصناها. عشان نطلع الاتش بالمليمتر بعوض ال بالمليمتر، فهي 10,000 مليمتر تقسيم 16 حيعطيني 625 مليمتر. شو معناتها؟ هاي قيمة أولية للأوفر أول هايت أوف بيم H، الهدف منها فقط إني أطلع سيلف ويت، فقط الهدف منها حساب السيلف ويت. هاي ال H مينيمم ليش سميناها مينيمم؟ هي الحد الأدنى بحيث أنا مش بحاجة أشيك ديفليكشن، يعني لو أخذت 620 صممت على 620 أنا بحاجة أشيك ديفليكشن، 625 أنا مش بحاجة أشيك الديفليكشن. فهي أول واحدة من المجاهيل الأولى افترضناها اللي هي قيمة الـ H 625، طلعنا الـ H بناءً على H مينيمم، هسا بنطلع الـ B على الإيكونوميكال ريشيو. طيب متذكرين الايكونوميكال ريشيو؟ احنا حكينا انه على الايكونوميكال ريشيو عشان تكون البيم ذات جدوى اقتصادية، فاخذنا الريشيو بين دي على بي، او حكينا بين اتش على بي،
حكينا انه الفرق بين الاتش والدي هو الكفر والقطر على اثنين والكانة. فاحنا بنقدر نحكي انه البي بتساوي تقريبا من اتش على اثنين ل اتش على واحد ونص. طيب قديش الاتش اللي اخذناها؟ احنا حنحكي خلص هون نطبق اتش مينيمم على اثنين ل اتش مينيمم على واحد ونص. اتش مينيمم قيمتها 625 على اثنين لحد 625 على واحد ونص. القيمة الأولى حتعطيني 312.5، ومعي الرينج مفتوح لحد 416.7 مليمتر، فهذا رينج البي. باخذها من 312.5 لل 416.7، بختار أي قيمة بيناتهم، يا بختار هاي القيمة الحد الأدنى، يا بختار الحد الأعلى، يا قيمة بيناتهم. طبعا بدي أنتبه إنه البي حتكون من مضاعفات العشرات، يعني أنا بدي بيم أطبقها، فأنا هون بدي آخذ يوز بي بتساوي 400 مليمتر ضمن الإيكونوميكال رينج. طيب صارت الـ H موجودة معي اللي هي 625، والـ B موجودة معي، جاما آر سي أعطاني إياها بالسؤال 23.5، بقدر أحسب السيلف ويت. هسه بقدر أحسب السيلف ويت، فإذا سيلف ويت أوف بيم اللي هو بي في اتش في جاما آر سي بيساوي البي إحنا أخذناها 400، طبعا بدي أحولها على 1000 ضرب الاتش 625، بحولها على 1000 ضرب 23.5 كيلو نيوتن على المتر المكعب. ليش حولناها؟ عشان تصير هاي بالمتر وهاي بتصير بالمتر، فبيطلع معنا الجواب كيلو نيوتن لكل متر، وهو نفس وحدة السوبر امبوزد ديد. هاي بتعطيني قيمة السيلف ويت 5.88، فإذا سيلف ويت بتساوي 5.88 كيلو نيوتن لكل متر، إذا افترضنا إنه البيم عرضها 400 مليمتر وارتفاعها كامل 625 مليمتر. الخطوة الأولى بحساب الأحمال اللي هي السيلف ويت أوف ذا بيم، هسا بدنا نطلع توتال سيرفيس ديد لود، وبيساوي سيلف ويت زائد سوبر امبوزد. بفضل انك دائما ترسم. هي رجعنا رسمنا البيم، حطينا اللايف لود قيمته 30 كيلو نيوتن لكل متر، سمبلي سبورتد بيم السبان لها 10 متر، الديد لود عشان ما انساه بحكي يا 20 زائد السيلف ويت اللي هي كم قيمته صارت 5.88، فصارت هاي تساوي بتعوضها هاي 5.88، فصارت هاي البيم عليها حمل دبليو ديد قيمته مجموع هاي التو لود حتكون قيمته 25.88 كيلو نيوتن. فإذا طلعنا التوتال سيرفيس ديد لود اللي هو سيلف ويت زائد السوبر امبوزد، فهذا حيعطيني 25.88 كيلو نيوتن لكل متر. لاحظوا أنا رسمت البيم وحطيت عليها كل الأحمال التشغيلية كاملة، الحمل الحي 30 كيلو نيوتن لكل متر، الحمل الميت خلص هي قيمته اللي هو حاصل جمع سوبر امبوزد والسيلف ويت 20 زائد السيلف ويت اللي هو 5.88. بعديها بروح على الخطوة الثالثة اللي هو الفاكتورد لود. الخطوة الثالثة اللي تحويل السيرفيس لود زي اللي موجود عندي على هاي البيم، هاي سيرفيس لود أحمال تشغيلية، بدي أحولها لفاكتورد لود. والتحويل من خلال اللود كومبينيشن، بما انه عندي ديد لود ولايف لود انلي، فمعناته انا عندي تو كومبينيشن، ف W ultimate اكبر او تساوي 1.4 W dead 1.2 W dead زائد 1.6 W life. اذا W ultimate اكبر او تساوي اللي هي هاي الكيس اللي انا بدي اصمم عليها، خلص احنا بنصمم على الاحمال بعد التضخيم، 1.4 قيمة ال W dead بعد ما اضفنا له السيلف ويت اللي هي صارت القيمة إذا أنتم متذكرين 25.88، هاي التوتال ديد لود 25 ضرب 0.88 ضرب 1.4، أو الكومبينيشن الثاني 25 في 1.2 زائد 1.6 في الدبليو لايف اللي هي عندي قيمتها 30. الكومبينيشن الأول بيعطيني 36.23 كيلو نيوتن لكل متر،
الكومبينيشن الثاني أعطاني 79.06 كيلو نيوتن لكل متر. نختار الأكبر، فمعناته قيمة الفاكتور W ultimate مطبقة على البيم هي 79.06 كيلو نيوتن لكل متر. فأنا بدي أصمم بيم جاي عليها لود قيمته 79.06 كيلو نيوتن لكل متر. بعد ما طلعنا التوتال فاكتور لود المطبقة على البيم اللي قيمته هيها 79.06 كيلو نيوتن لكل متر، بدي أطلع الفاكتور مومنت اللي هي الخطوة الثانية، قديش مطبق على هاي البيم عزوم دوران. هاي الصورة أخذناها من النوتس من المحاضرات الموجودة عندكم لكتشر 5 إذا أنتم متذكرين، اللي حكينا لكم احفظوا كل كيس قديش الماكسيموم مومنت. عندي سمبلي سبورتد بيم عليها ديستريبيوتد لود، قيمة الماكسيموم مومنت حيكون موقعه بالسنتر وقيمته دبليو ال تربيع على 8، قيمة هذا اللود ال تربيع على 8. فإذا الام ماكس دبليو ال تربيع على 8. طب أنا ما عندي اللود سيرفس، عندي اياها فاكتور، عندي دبليو التيمت ال تربيع على 8، فبيكون هذا المومنت اسمه ام التيمت، فام التيمت حتساوي دبليو التيمت ال تربيع على 8 اللي هي سميناها الفاكتورد مومنت او الالتيمت فاكتورد مومنت اللي هون جايه من كلمه التيمت عزوم الدوره المضخمه. فاذا عشان اطلع الالتيمت مومنت المطبق على هاي البيم اللي هو ناتج من الاحمال، بجي باخذ قيمه اللود 79.06 ضرب ال اللي هي قيمتها هي الاسبان 10 تربيع على 8، وهذا بيعطيني قيمة المومنت. هيطلع معنا قيمة المومنت 988.25 كيلو نيوتن دوت متر. شو معنى هذا الحكي؟ مطلوب أصمم بيم بتقاوم عزوم دوران قيمتها 988.25 كيلو نيوتن متر، يعني أنا لازم أجيب مقطع يقاوم هذا العزم من الدوران. إذا جبت مقطع يقاوم هذا العزم من الدوران معناته أنا تصميمي صحيح. نيجي للخطوة الثالثة اللي هي تحديد نسبة التسليح للتصميم اللي هي raw for design. إذا الخطوة الأولى حددنا الأحمال كاملة، بعدين طلعنا عزوم الدوران الناتجة عن هاي الأحمال بعد التضخيم، بعدين الخطوة الثالثة تحديد نسبة التسليح المراد وضعها بالمقطع. بالسؤال حكى لي معطيات السؤال حكى لي use نص raw balance. عشان أنا أستخدم raw design، خليني أسميها raw design عشان نميزها عن raw analysis اللي نستخدمها بالanalysis. raw design بدي أستخدمها نص raw balance. طب raw balance منين بنجيبها؟ بنجيبها من table B7. برضو بمعطيات السؤال إحنا حددنا إنه قيمة f prime c كانت 28 و f y 420، حددنا المعطيات ميجا باسكال ميجا باسكال لكليهما، حددنا المعطيات بالخطوة الأولى. فبجي أنا هاي عندي FY 420 F برايم C عندي 28، تقاطعهم حيكون هون بهذا العمود. إحنا بدنا رو بالانس، هاي رو بالانس، هاي رو بالانس. فإذا من التابل تابل raw balance بتساوي 0.0283. طب أنا ما بدي أستخدم للديزاين raw balance، هو حكالي أستخدم نص raw balance. فإذا raw design بتساوي 0.5 ضرب 0.0283، وهذا الحكي حيعطيني قيمة raw design 0.0142، فهاي raw design. فإذا الخطوة رقم 3 تحديد نسبة التسليح المراد استخدامها بالمقطع وحددناها. طب أنا شو بستفيد من حساب الرو؟ إحنا اتفقنا سواء استخدمنا معادلة التصميم أو سواء استخدمنا الجداول، قيمة الـ coefficient of resistance Rn تعتمد بشكل أساسي على قيمة الرو. وهذا الحكي حنطبقه هون. إحنا حكينا قيمة الرو عنا بتساوي raw design point 0.0142، هسه منها raw design. طيب عندي كمان حكينا قيمة f
واي 420 وقيمة اف برايم سي كانت بالسؤال 28، فبنروح على تابل بي 9. بي 9 اللي اف برايم سي له 28، بي 8 اف برايم سي له 21. هذا الجدول شو بنستفيد منه؟ بنطلع قيمة ار ان بناء على معرفة قيمة رو. الار ان نفسها سميناها برضو، اذا متابعين معي ار ان هي نفسها ام يو على فاي بي دي سكوير، او نفسها برضو ام ان على بي دي سكوير. طيب فخلينا نشوف احنا قيمتنا الرو 0.0142 وين هي وقديش قيمة الارت. هيها قيمة عندي الرو اللي هي 0.0142 وهي قيمة الار ان او ام يو على فاي بي دي سكوير. طلعت معي من الجدول قيمتها ار ان او نفسها اللي هي تساوي ام يو على فاي بي دي سكوير، طلعت قيمتها 5.217 ميجا باسكال. وهيك انا ببساطه بطلع قيمه الار ان او الكوفيشنت اوف ريزيستنس. وهسه بنشوف كيف بنستفيد منه زي ما اشتغلنا بالسلاب كيف نطلع منه ابعاد البي. بعد ما طلعنا الار ان احنا جاهزين نروح على الخطوه رقم 5 calculating the required effective depth t. بنقدر نطلع العمق الفعال للبي. احنا حكينا طلعنا ار ان بناء على قيمه الرو، كانت قيمتها عندنا 5.217 ميجا باسكال اللي هي نيوتن على الملي متر تربيع. برضو الار ان هي عباره عن ام يو، ار ان ايش هي؟ هي ام يو على فاي بي دي سكوير، حتساوي هاي القيمه 5.217 نيوتن على المليمتر سكوير. طيب احنا حكينا ان ديزاين فاخذها فرضا بتساوي 0.9 فقط بالديزاين. طيب الام يو طلعناها بالخطوات، الخطوه الثالثه كانت قيمه ام يو الفاكتورد مومنت عندنا اذا متذكرين كانت 988.25 كيلو نيوتن دوت متر، او 988.25 نيوتن دوت مليمتر. كل اشي بدي احوله نيوتن مليمتر لانه الار ان وحدتها بالميجا باسكال. ضرب ايش؟ 10 قوة 6، في 10 قوة 6 نيوتن دوت مليمتر. فاذا بلاحظ انه انا عندي الام يو، عندي الفاي، البي دي سكوير مجاهيل. البي احنا عملنا لها كمان اسامبشن اخذناها 400 مليمتر. انا بحب اسهل على الطلاب انه البي اللي عملها اسامبشن اول عوضها بهاي المعادله عشان يصفي المجهول الوحيد فقط قيمه الدي، وهسه بفرجيكم كيف. فاذا احنا حكينا ام يو على فاي بي دي سكوير بتساوي ار ان، ار ان جبناها من التابل، ام يو احنا حسبناها الفاي فور ديزاين 0.9، البي الاسامبشن الاول كالريشيو بصفى مين المجهول الوحيد؟ دي تربيع. فإذا خلينا نستخدم نطلع قيمة الدي مع بعض. طيب نعوضهم بمعادلة الار ان، هاي ام يو بدي اخذها 988.25 في 10 قوة 6 نيوتن دوت مليمتر على 5.9، البي اخذتها 400 بالاسامبشن مليمتر، ضرب دي تربيع بتساوي قيمة الار ان، كلها هاي عبارة عن ار ان، فصفى مين المجهول الوحيد؟ قيمة دي. من هذا الحكي لو عملنا إعادة ترتيب حتكون قيمة الدي بتساوي 988.25 في 10 قوة 6 على 0.9 ضرب 400 ضرب 5.217 كلها تحت الجذر، أو خلينا لو كتبناها بالرموز هي قيمة MU على الفاي على مضروبة بالبي مضروبة بالآر إن كلها تحت الجذر. فهذا يعطيني قيمة دي. هتطلع قيمة الدي معي إذا دخلت الوحدات صح. طلعوا هون هاي دخلتها نيوتن دوت مليمتر، وهاي مليمتر، وهاي ميجا باسكال نيوتن على مليمتر تربيعها، تحت الجذر حيطلع لي قيمة الدي بالمليمترات. طيب إحنا نعوض مع بعض، خلينا نشوف الجواب اللي بيطلع معنا بعد ما نعوضها بهاي الوحدات. حيطلع معنا قيمة الدي 7.25.4 مليمتر.
طيب طلعنا قيمة الدي بناء على هاي المعادلة، أعطتني 725.4 مليمتر. بعملها راوند أب، هتصير قيمتها دي 730 مليمتر. بنعمل مضاعفات الخمسة مليمتر، دي من مضاعفات الخمسة مليمتر. فإذا بدي أستخدم دي قيمتها 730. أنا لأني بسطت على حالي وعليكم حكيت خلينا نضل معتمدين قيمة البي 400، هذا الحكي مش دائما صحيح. ليش؟ لأنه أنا لازم بعد ما أحسب الدي أعمل تشيك الإيكونوميكال ريشيو. بدي أحسب دي على بي، هل ضلت ضمن الرينج من 1.5 لـ2 ولا لا؟ طيب الدي عندي 730 تقسيم 400، هذا حيعطيني 1.825 ضمن الرينج. اوكي ضمن الرينج، فخلص انا بثبت. اذا يوز بي بتساوي 400، دي بتساوي 730 مليمتر. هاي ثبتنا البي والدي. طيب اذا ما طلعت ضمن الرينج بدنا نغير البي، ناخذ من مضاعفات الخمسين، يعني برجع بحكي 450. هذا الحكي إذا طلعت الريشيو أكبر من 2، باخذ البي 450 وبرجع بحسب الدي من معادلة الـ Rn. إذا طلعت أقل من 1.5 بصغر البي، وهكذا بضل بعمل أنا مضاعفات الـ50، يا بزيد يا بنقص حسب اللي طلع معي بالتالي. بما إنه صارت قيمة البي موجودة معي وقيمة الدي موجودة معي، بقدر أروح على الخطوة السادسة لتحديد الأريا ستيل، والسبب إنه أريا ستيل هي عبارة عن الرو في البي في الدي. الرو هي نفسها رو ديزاين، البي انا طلعتها والدي انا طلعتها، بقدر اطلع مساحة حديد التسليح. لاحظوا انا سمتها اريا ستيل ريكوايرد عشان ما نلخبط. فاذا الاريا ستيل ريكوايرد المطلوبة مني بالتصميم هي رو ديزاين ضرب البي ضرب الدي. رو ديزاين احنا اخذناها نص رو بالانس، طلعناها 0.042، البي طلعناها 400 مليمتر والدي 730 مليمتر. هذا حيطلع لي اريا ستيل ب المليمتر المربع 146.4 مليمتر تربيع. فانا مطلوب مني اريا ستيل 4146.4. ما تخربطوا لي هذا الخطأ دائما. انت لما تروح على الجدول عشان تطلع الأسياخ أو حديد التسليح كأقطار، بدور على مساحة أكبر أو تساوي. يعني لما أروح على هسا على التابل بدي area steel أكبر أو تساوي area steel required. area steel اللي باخذها من التابل لازم تكون أكبر أو تساوي area steel required. بما إنه إحنا بنحكي عن بيم، بنروح على تابل B4 areas of group of standard metric. ما تخربطوا لي مع جدول سلاب areas in slab، لا بروح على الجدول الموجود. طيب بروح انا هنا على هون عندي عدد الاسياخ وهون عندي السايز بهذا العمود، بدور على مساحة هون بالارقام الموجودة عندي هون بالجدول جوا الجدول، بدور على ارقام اكبر او تساوي 4146.4. دائما يا جماعة كبر قطر الحديد التسليح وصغر عدد الاسياخ، دائما بتوجه انه يكون قطر كبير وعدد الاسياخ صغير، وبعدين بحكي لكم ليش. طيب فإذا هون خلينا نختار ندور على مساحة، طبعا هون بنقرأ 4000 مثلا. أنا شايفة هون أحسن خيار إلي لو استخدمت 3 نمبر 43 حيعطيني أريا ستيل قيمتها 4365، وهي أكبر من 4146.4. أوكي لاحظوا ان انا اخترت قطر كبير وعدد اسياخ صغير عشان ما يصير عندي تعشيش. هاي الخطوه الاولى، ما بدي يصير عندي تعشيش وما بدي يصير عندي مشاكل بين السبيسنج، لان احنا دائما بنحكي انه الاستراكشر الكونكريت الخرسانة الحامله اكبر حبه ركام هي 25 ملم. فانا ما بدي احط اكتظاظ بالاسياخ بالمقطع بحيث حبه الركام تنحجز بين حديد التسليح وتعمل لي تعشيش هوني كومبينج او سيجريجيشن. فاذا هاي طلعنا الاريا ستيل وطلعنا البارز، فعملنا area steel required and bar selection واخترنا الأسياخ اللي بدنا نستخدمها. طيب نيجي على الخطوة السابعة وهي آخر خطوة قبل التحقق، الـ overall depth h. احنا طلعنا الـ b
طلعنا الدي وطلعنا الاريا ستيل، اخر دايمنشن مطلوب منا الاتش. طلعنا البي اخذناها 400 مليمتر، اخذنا الدي 730 مليمتر، واخذنا الاريا ستيل 3 نمبر 34 مليمتر. ليش اخر خطوه الاتش بعد الاريا ستيل؟ لان هلاحظ انها بتعتمد على الاريا ستيل. الاتش الاوفر اول ديبث اللي هو من الاكستريم كومبريشن فايبر لا اكستريم تنشن فايبر، هيها كلها هاي اتش. اذا بلاحظ ان الاتش هي بتساوي الدي، والدي باخده من الاكستريم لسنتر حديد التسليح، لسنتر هاي النقطة عندي، السنتر هون. فأنا أخذت هاي الدي وصلت السنتر، بعدين بزيد الفاي البار على اثنين، لأنها هي هيها الدي باخدها لنص البار قطر، بدي أكمل بدي البار على اثنين. طيب بعدين شو بدي أزيد كمان؟ مسافة هاي إيش؟ ارتفاع الكانة، فهي حنسميناها دي اس diameter of stirrup، زائد ايش ظل عنا؟ الكفر، كير كفر. فقيمة ال H هي عبارة عن زي ما حكينا الدي وصلت لنص البار، فأخذت النص العلوي، هسا بضيف النص السفلي للبار، بعدين بزيد ارتفاع الكانة اللي هو الديامتر للكانة، بعدين بزيد الكفر، هذا الكفر هيو اللي مكتوب كير كفر. فهيك بطلع ال H. اتفقنا انه مينيمم كفر المحاضرة الماضية انديم قيمته 40 ملم بالسلاب 20، ما تخربطوا لي بيناتهم. فإذا ال H هتصير D زائد فاي بار قطر البار على 2 زائد DS زائد 40 ملم. فعشان هيك إحنا طلعنا التسليح الأريا ستيل بالأول، عشان بدي أكون عارف القطر الفعلي لا حديد التسليح عشان أقسمه على 2 وأزيده للD من خلاله أطلع ال H. طيب خلينا هنا عشان نطلع القطر الفعلي بنروح على تيبل B2. فإذا ال H بتساوي D زائد الفاي للبار القطر الفعلي للبار على 2 زائد DS diameter of stirrup زائد المينيمم كفر اللي هو 40 ملم. طيب لنفترض أنه استخدمنا يوز نمبر 10 ملم stirrup، كانت نمبر 10. اذا اتش شو بتساوي؟ اتش دي 730. احنا استخدمنا التسليح الرئيسي الاريا ستيل، استخدمناها 3 نمبر 43. فبروح بشوف القطر الفعلي، هي الديامتر الاكزاكت ديامتر، فهو نفس الفعل الاسمي النومينال نفس الاكزاكت، زائد دي اس استخدمنا احنا ال 10 ملم. قديش القطر الفعلي للكانة؟ 9.5 زائد المينيمم كفر 40. وهيك أنا بقدر أطلع قيمة مين؟ ال H. تطلع معنا 8.01 مليمتر. هيك بكون طلعت ال H. هسا أنا بقدر إنه أحكي لكم استخدموها 800 مليمتر، بس هو الأصل إنه نعملها راوند أب، يعني عشان إنه 1 مليمتر يعني نقدر نحكي يوز 800 مليمتر، إنه 1 مليمتر مش هالإشي، بس هو الأصل الصح، يعني عشان أنا بدي أعلمكم الصح، إتش حتكون 810 مليمتر، فهذا الأوفر أول ثيكنس، ولا أنا بقدر صراحة تجاوزًا أحكي 800 مليمتر، ما رح يعمل عندي مشاكل هذا الواحد مليمتر، بس إنتوا دائمًا يعني خليكم تعلموا الطريقة الصحيحة. هيك بنكون خلصنا الديزاين، ضايل علينا نعمل تشيك على الديزاين. بعد ما خلصنا تصميم للمقطع نرسم سكشن زي ما موجود عندنا هون، وهذا السكشن بحدد عليه البي، بنحدد عليه الدي والاتش، بنحدد عليه اريا ستيل هل 3 نمبر 43، بنحدد عليه الستيرب يعني المقطع كامل. فهاي بعد ما حددنا المجاهيل لازم ترسم لي السكشن وترجيني هاي المجاهيل البي والاتش والدي والاري ستيل والاستيرا. خلصنا المقطع، هسه نعمل تشيك نتحقق من المقطع. عملية التشيك هي الهدف منها التحقق من كل الاسامبشنز اللي انت عملتها، مش احنا عملنا افتراضات، اي فرض انا بفترضه بالديزاين بدي اتحقق منه. عملنا الاسامبشن اللي عملناهم كانت كالاتي، اول اشي افترضنا البي والويت، فبالتالي السيلف ويت اسامبشن.
2 عملنا assumption على الفاي، افترضنا انها 0.9. ثالث اشي انه افترضنا انه لهذا المقطع انه فاي ام ام اكبر او تساوي ام يو، فانا مطلوب مني اتحقق من هاي الثلاث، احسب السلف ويت الفعلي، اتحقق من قيمة الفاي، واتأكد انه لهذا المقطع المرسوم عندي هل فاي ام ان اكبر او تساوي الفاكتور مومنت ولا لا. فخلينا نتحقق منهم واحدة واحدة. خلينا نبلش اول اشي بالسلف ويت. السلف ويت للبيم الموجودة عندي هي بي في اتش في جاما ار سي. بي عندنا كم؟ 400 على 1000 ضرب قيمة ال اتش اللي هي اخذناها 810 على 1000 في 23.5 كيلو نيوتن على المتر المكعب، هتعطيني السلف ويت قيمته 7.61 كيلو نيوتن لكل متر. طبعا هذا الفرض هاي القيمة المحسوبة الحقيقية، بينما كان الفرض عندنا للسلف ويت assumed كان بيساوي 5.88 كيلو نيوتن لكل متر. فإذا السلف ويت المحسوب عندي أكبر من الأسامبشن، فبالتالي أنا مفروض أتحقق من باقي القيم، قيمة الفاي وقيمة فاي ام ان أكبر أو تساوي ام يو. فإذا خلينا نتحقق هسا من فاي ام ان هل هي أكبر أو تساوي ام يو. طيب فاي ام ان بتعامل مع هذا المقطع كأنه سؤال أناليسيز، زي كأني طالبت لك احسب لي فاي ام ان لهذا السكشن. عشان نحسبها كنا نعمل الآتي، فإذا خلينا نسميها A تحديد فاي ام ان. أول إشي ام ان عشان أطلعها بحكي compression بيساوي tension، عشان أطلع ال A بتساوي AS FY على 85% F برايم C B. area steel اللي احنا طلعناها للثلاث نمبر 43 هي 4 3 5 6 FY 420 على 0.85 F prime C 28 وال B المستخدم عندي بمقطع 400. منه بطلع ال A، طلعت معي قيمة ال A 192.18 مليمتر. هسا بطلع MN بتساوي AS FY في D ناقص A على 2 ل 4365 ضرب 420 ضرب ال D اللي هي 730. عادي بتعامل مع المقطع زي كأنه أناليسز، بحلل اللي أنا صممته على 2 ضرب 10 قوة سالب 6. طلعت معنا قيمة الـ MN كم طلع معنا قيمة الـ MN؟ أنا كتبتها وين هون؟ 1159.8 كيلو نيوتن متر. طلعنا الـ MN، هسه بدنا نطلع الفاي. عشان نطلع الفاي نحتاج الـ X يساوي A على بيتا 1، بيتا 1 85 لأنه F برايم 28، 192.18 على 85% بيعطيني قيمة الـ X 226.1 مليمتر. بحسب السترين عشان أطلع اللي هو بيساوي 0.003 D minus X على X 0.003 D 730 اللي أنا ثبتها بالمقطع، الـ X اللي أنا حسبتها هاي حتعطيني 0.0067 أكبر من 0.005، معناته الـ Phi 0.9 as assumed زي ما فرضناها. طيب كم Phi MN؟ إذا فاي ام ان بتساوي 0.9 ضرب 1159.8، هذا حيعطيني فاي ام ان قيمتها 1043.8 كيلو نيوتن متر. طلعنا الجزء الأول من التحقق فاي ام ان. هسا بدنا نحسب ام يو. نكمل تشيك، احنا طلعنا فاي ام ان، هسا بنطلع ام يو سميناها بي. ام يو عشان اطلعها انا بحاجه احسب السلف ويت، احنا حسبناها بالسلايد اللي قبل بس عاد بناكد عليها، بي في اتش
في جاما ار سي اللي هو للمقطع اللي انا اعتمدته خلص ال 700 والابعاد الموجوده هون. البي احنا اخذناها 400 على 1000، الاتش احنا اخذناها 810 على 1000، جاما ار سي 23.5 بيعطيني السلف ويت 7.61 كيلو نيوتن لكل متر. طيب بضيفه هون عشان اخذ قيمة التوتال ديد لود 7.61، هيعطيني التوتال ديد لود 27.61. فإذا توتال ديد لود بيساوي سيلف ويت زائد سوبر امبوست. سيلف ويت قيمته الجديدة 7.61 والسوبر امبوست ثابتة 20، هي 27.61 كيلو نيوتن لكل متر. بعدين ايش بنطلع؟ بنطلع ال W ultimate اكبر او تساوي 1.4 W dead او 1.2 W dead زائد 1.6 W life. 1.4 في 27.61، هون عندي 1.2 في 27.61 زائد 1.6 في 30. الأولى بتعطيني 38.65 والثانية كيلو نيوتن لكل متر طبعا، والثانية بتعطيني 81.13 كيلو نيوتن لكل متر. نختار الأكبر. نطلع الفاكتور دومومنت لقيمة الفاكتور لود اللي احنا اخترناها 81.13 كيلو نيوتن لكل متر. بالمثل M ultimate هي W ultimate في L تربيع على 8، 81.13 10 تربيع على 8 أعطاني M ultimate 1014.1 كيلو نيوتن دوت متر. السلايد اللي قبل حسبنا فاي ام ان كانت قيمتها كمان عندنا 1043.8 كيلو نيوتن لكل متر. اذا كانت فاي ام ان اكبر او تساوي ام يو معناته الديزاين از اديكويت، يعني التصميم صحيح ملائم او صحيح، غير هيك بدي اعمل اعادة تصميم. فاي ام ان عندي كم طلعتها 1043، هل هي 0.8؟ هل هي اكبر من ام يو اللي هي 1014.1؟ نعم صحيح. اوكي فمعناته الديزاين صحيح، معناته ديزايني صحيح، وبعتمد المقطع اللي موجود عندنا بالسلايد التالي. معناته خلص هاي انا بعتمد هذا المقطع. Use this section. خلص بكون انا هذا المقطع اتحققت منه وخلصت الديزاين. بتمنى انكم تفهموا الموضوع وتستسهلوه. طبعا احنا المرة هاي حلينا بطريقة الجداول، ان شاء الله هنشوف المرات الجاية كيف هنحل بطريقة المعادلة. يعطيكم العافية.